السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات، الدرس 24، إنشاء أشكال هندسية. إذا سنبدأ بحصة أكتشف وأتمرن. التمرين الأول في حصة أكتشف وأتمرن: استعمل المسطرة وأجد 3 نقاط أخرى مستقيمة، ثم أرسم مستقيما يمر منها. يعني من خلال هذا المثال عندنا 3 نقاط توجد على نفس المستقيم. إذا سطرنا خطا بالمسطرة سنجد أن هذا السطر يمر من النقط 3. نقول بأن هذه النقط 3 نقط مستقيمية، أي أنها توجد على نفس المستقيم. إذن نحن سنبحث في هذه النقط عن نقط 3 مستقيمية أخرى باستعمال بطبيعة الحال المسطرة. إذن سنقوم بأخذ المسطرة ثم نستعملها للبحث عن النقط المستقيمية. مثلا سنجد بأن هذه نقط مستقيمية. نعم، نحن الآن سنبحث عن نقط أخرى مستقيمية. إذن حاولوا أن تبحثوا معي عن نقط مستقيمية. لاحظ الآن، هذه النقط 3 هي نقط بطبيعة الحال نقط مستقيمية. ثم سنرسمها باستعمال القلم، ثم سنرسم هذا المستقيم الذي يمر من النقط 3، إذن باستعمال المسطرة بطبيعة الحال. إذن نحن الآن رسمنا مستقيما يمر من هذه النقط 3، بل حتى 4. عندما سنبحث سنجد نقط أكثر من هذه، إذن هناك مجموعة من النقط ونحن سنبحث عنها بطبيعة الحال. إذن كل تلميذ سيبحث حتى يجد النقط المستقيمية. جيد، إذن ستحاولين البحث حتى تجد نقط مستقيمية 3 أخرى. الآن سنمر مباشرة للتمرين الثاني. إذا لاحظنا التمرين جيداً سنجد بأن الأعداد سنصلها مثلا 1 مع 1، ثم 2 مع 2، ثم 3 مع 3، وهكذا. إذا رأينا في الجانب الآخر 8 مع أختها 8، 9 مع أختها 9، وهكذا. إذا نحن سنأخذ نفس الطريقة التي قمنا بها في التمرين الأول، سنستعمل بطبيعة الحال المسطرة لكي نصل بين الأرقام المتشابهة. إذا مثال 2 مع 2، ثم 3 مع 3، الآن سنصل 4 مع 4، وهكذا حتى نصل إلى رسم هذا المستقيم، ثم نسطر. إذن كما قلنا باستعمال المسطرة، إذن سنستعمل المسطرة ثم سنبدأ 4 مع 4 وهكذا، ثم نأخذ المسطرة مرة ثانية، ثم 5 مع 5، من 5 إلى 5 بطبيعة الحال، وهكذا. إذن حتى ننجز التمرين كما ينبغي، إذن قلنا دائما لابد من استعمال المسطرة بطبيعة الحال من 5 إلى 5، ثم من 6 إلى 6، ومن 7 إلى 7، ثم من 10 إلى 10، ثم من 11 إلى 11، ثم من 12 إلى 12، ثم من 13 إلى 13، ثم أخيرا من 14 إلى 14، وهكذا. لاحظوا معي الآن سيظهر لكم.
جيد، ممتاز. إذن الآن سنمر إلى التمرين الثالث، أطوي ورقة وأرسم خطوط الطي باتباع الخطوات التالية. أولا نطوي الورقة هكذا، ثم نرسم هذا الخط الذي يظهر بعد الطي. نفتح الورقة ثم نرسم الخط الذي يظهر، ثم المرة الثانية نطوي الورقة بهذه الطريقة، ثم نفتح الورقة ونرسم خط الطي، ثم أخيرا نطوي الورقة بهذا الشكل ونفتحها ونرسم خط الطي الثالث. إذن السؤال الأول يقول: ألون رؤوس المثلث بالأحمر. ألون رؤوس المثلث بالأحمر. إذن ستأخذون ملون أحمر ثم تلونون الرؤوس. إذن الرأس الأول ثم الرأس الثاني ثم الرأس الثالث. نمر للسؤال الثاني: ألون أضلاع المثلث بالأخضر. إذن نأخذ ملون أخضر ثم نلون أضلاع هذا المثلث باللون الأخضر، الضلع الأول، الضلع الثاني، والضلع الثالث، ودائما بلون أخضر. وأخيرا ألون داخل المثلث بالأصفر، وألون خارجه بالبرتقالي. إذن سنأخذ ملون أصفر ثم سنلون داخل هذا المثلث بالأصفر طبعا، وبعد أن نلون داخله بالأصفر سنلون أو سنمر إلى الخارج ونلونه بالبرتقالي. جيد، أحسنتم. سنمر الآن إلى حصة استثمر، والتمرين الأول في حصة استثمر يقول: أعد المثلثات المطابقة للمثلث البرتقالي والتي يمكن رصها جنبا إلى جنب في المثلث A, B, C. إذن هذا هو المثلث، سنعد المثلثات المطابقة لهذا المثلث البرتقالي. سنحاول استثمار ما رأيناه في درس الترصيف، يعني نأخذ مثل هذا ثم نكرره داخل هذا المثلث الكبير A, B, C لكي نملأه بالكامل. إذن أعد يعني أحسب كم من مثلث حتى نكمل هذا المثلث الكبير بالمثلثات الصغيرة. إذن سنملأ المثلث المتشابه الأول أو المشابه الأول، ها هو. إذن إذا رأينا المثلث الأول سنجد أنه مطابق للمثلث البرتقالي الأول، ثم سنمر إلى المثلث رقم 2. لاحظوا معي الآن، سنمر إلى المثلث رقم 2 ودائما سيكون مطابق للمثلث البرتقالي رقم 1. لاحظوا معي الآن، كما تلاحظون أنه مطابق للمثلث الأول البرتقالي. ثم سنرسم الآن المثلث رقم 3 بنفس الطريقة التي رسمنا بها المثلث رقم 2 ورقم 3. نعم، ما هو. ثم سننشئ المثلث الرابع والأخير في الأسفل. وها نحن الآن قد أتممنا رسم المثلثات بالأسفل، وعددها 1 2 3 4 5. الآن سنمر إلى رسم المثلثات بالأعلى. سنرسم هنا مثلث ثم هنا سنرسم أيضا مثلث بنفس الطريقة، ثم أخيرا سنرسم هنا مثلث. لاحظوا معي، وأخيرا بقي لدينا مثلث بالأعلى سنرسمه. لاحظوا معي، وها نحن الآن قد أنهينا ملء المثلث A, B, C.
الفرنسي بالمثلثات المطابقة للمثلث البرتقالي. والآن سنعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن 9 مثلثات. الآن سنمر للتمرين الثاني. أرسم 6 مثلثات متطابقة لتغطية كل شكل مما يلي. متطابقة يعني نقصد بها متشابهة. إذن عندنا هذا المضلع السداسي سنملأه 6 مثلثات متشابهة لهذا المثلث، وهذا الشكل أيضا، هذا الشكل أيضا سنملأه. إذن هذا الشكل عبارة عن مضلع سداسي سنملأه 6 مثلثات متطابقة ومتشابهة. إذن لكي نقوم بهذا العمل سنكمل أو سنبدأ من هنا إلى هنا، ثم من هنا إلى هنا، ثم نكمل من هنا، لاحظوا، إلى هنا، ثم من هنا إلى هنا، وسنعد المثلثات 1 2 3 4 5 6. إذن لاحظوا معي هناك طريقة أخرى، لاحظوا معي هناك طريقة أخرى لرسم هذه المثلثات التي رسمناها الآن. لاحظوا جيدا، أنا الآن سأقوم بطريقة أخرى مغايرة. لاحظوا معي، إذن نبدأ من هنا إلى هنا، الآن سنمر إلى من هنا إلى هنا، ثم من هنا إلى هنا. لاحظ، لحظة، نعم، من هنا إلى هنا كي تكون المثلثات متطابقة. جيد، الآن سنمر للمضلع السداسي الآخر. إذن وبنفس الطريقة أو نفس العملية التي قمنا بها هنا سنكررها هنا. نمر الآن إلى هذا، نعم، لاحظوا، ثم من هنا إلى هنا. جيد، نمر الآن إلى أتذكر. لاحظوا معي هذا الشكل، بما أنه محدود من الجهة اليمنى واليسرى فهذه نسميها قطعة. إذن نفس الشيء، هذه قطعة وهذه قطعة أيضا لأنها محدودة من الجهتين، إذن عبارة عن قطع، عبارة عن قطع لأنها كما قلت محدودة من الجهتين. الآن سنرى هذا الشكل، لاحظوا معي هذا الشكل، هذا مستقيم لأنه غير محدود، ممكن أن نضيف من الأعلى وممكن أن نضيف من الأسفل، ونفس الشيء هذا مستقيم وهذا أيضا مستقيم، يعني أنه غير محدود، يعني أنه غير محدود الطرفين. وهذه مثلثات مختلفة، لماذا سميناها مثلثات؟ لأن فيها 3 أضلاع، يعني 3 قطع، لاحظوا، جيد.